صباحو. ايوه انا لسه قاعد قدام نفس الحيطه، الحيطه اللي لسه ما عليهاش حاجه، في بين باك حمراء. تطور كل يوم حاجه زياده، هنوصل في الاخر ان شاء الله. المهم ان امبارح بايرن كسب وسيتي كسب والريال كسب وروما كسب سيسكا موسكو 3-0. اه والله العظيم بعد ما خسروا من اسبال من 3 ايام على نفس الملعب 2-0 كسبوا سيسكا اللي لسه كسب الريال 3، علشان دي فرانشيسكو يحافظ على رقمه القياسي بدون اي هزيمه على ملعبه في دوري الابطال. احنا بنحب الابطال، فرقه بتلعب على الشامبيونز دوري وكلام من ده يعني ما يلزمناش. والمهم ان يوفي امبارح كسب يونايتد في مباراه عوده كريستيانو رونالدو الى مسرح الاحلام، علشان يبقى اليوفي لعب السنه دي 12 ماتش في كل البطولات كسب منهم 11 وتعادل في واحد. والمهم ان الترجي كسب دي اجوستو عشان يلاقي الاهلي المصري اللي كسب وفاق الصيف في اجمالي مباراتين 3-2 في نهائي دوري ابطال افريقيا. بس الاهم بقى من كل ده انك تنزل دلوقتي وترزعنا لايك على الفيديو ده، علشان عايزين نجيب كده مثلا 50,000 لايك في فتره محتاجه دعم معنوي وشويه ايجابيه. اه حياه امي، اللايك بتاعك على يوتيوب ده بيوصل دعم هنا على طول. خش لي يا ابني بالانترو. مبدئيا كده لازم نقول كلمتين على ماتش يونايتد ويوفي، لان أليجري سيطره كليه على الشوط الاول، ومورينيو سيطره كليه على الشوط الثاني. بخلاف طبعا ان سيطره أليجري اترجمت الى هدف وفرص اكتر شويه على المرمى، وسيطره مورينيو ما اترجمتش الاهداف والفرص والخطوره الحقيقيه على المرمى كانت اقل. وبخلاف ان انا عندي تحفظ شخصي على ان أليجري في الشوط الثاني قرر يسيب الكره كليا ويرجع يدافع في نص ملعبه في الثلث الاخير، وحتى المرتدات بتاعته ما كانش ليها اي انياب، الا اننا في الدقيقه 81 شاهدنا عوده البي بي سي لدفاع البيانكو كونيري بنزول برزالي مكان كوادرادو. اما الناحيه الثانيه فالسبيشال وان قرر ان هو يلعب الماتش كله من غير وقت تبديل. اه والله لعب 90 دقيقه بنفس التشكيل وهو خسران عادي يعني. لا، وطلع بعد الماتش وقال ان هو كان بيلعب ضد قلبي دفاع مثاليين في كيليني وبونوتشي من ناحيه الارتقاء والتمركز والتعامل مع الكوره والسرعه والخبره، وانه يتمنى ان قلبي دفاعه هو يكون اتعلموا منهم حاجه في الماتش ده. ده تصريح ممكن يعد، ولكنه اضاف انه من ساعه ما شاف القرعه وتركيزه كله منصب في التفوق على فالنسيا للحصول على المركز الثاني في المجموعه. ممكن تقولي ان اليوفي فعلا فريق اتقل من مانشستر يونايتد، وان الهدف الواقعي لمورينيو يكون حصوله على المركز الثاني، بس لما انا اطلع اقول كده في الاعلام هيكون ايه احساس لعيبه فرقتي وانا لسه هلعب ضد اليوفي ماتش كمان في تورينو ولسه عندي فرصه ان انا اتصدر؟ هل تعليق زي ده ممكن يحفز اللعيبه ويخليهم عايزين يثبتوا للمدرب ان هم احسن من ما هو متخيل، ولا هيذبح الطموح في اللعيبه والفرقه وحتى الجماهير؟ يا جماعه احنا عارفين ان الكوره ما فيهاش منطق. هو كان منطقي السنه اللي فاتت ان روما يرجع يعمل رومانتادا على برشلونه ويكسبهم 3-0 في الاولمبيكو، ولا كان منطقي ان اتلتيكو مدريد يوصل 2 نهائي دوري ابطال في 3 سنين؟ انا بصراحه ما بحبش الاسلوب ده، على قد ما انا انبهرت باسلوب مثلا مدرب منتخب المكسيك اللي طلع وقال ان هو قعد 6 شهور بيقنع لعيبته ويجهزهم نفسيا ان هم هيكسبوا المانيا في كاس العالم، لحد ما اللعيبه نفسها صدقت وامنت بالحلم ده وحققوه فعلا في المونديال. المهم مش هينفع كل حلقه ان انا اقعد اتكلم بس على ردود افعال مورينيو، بس انا فعلا عايز اعرف رد فعل جماهير مانشستر على التعليق ده، فياريت تسيب تعليقك وشرحه في الكومنتات تحت الفيديو. وانت بتسيب التعليق كده خد الاحصائيه دي معاك. بهزيمه اليوفي فيونايتد خسر 4 مباريات من اخر 13 مباراه لعبها في اولد ترافورد، وده نفس عدد الهزائم اللي تلقوها على ملعبهم في ال 81 مباراه اللي قبلهم. احصائيه قاسيه شويه لان معظم المباريات دي كانت تحت قياده سير اليكس فيرجسون، بس مورينيو كانت واحده من اهم مميزاته ان هو ما بيخسرش على الارض. الناحيه الثانيه في اليوفي بصراحه ما عنديش اي تعقيب، الا ان الحاجه السلبيه الوحيده في بدايه موسم مثاليه لازم تكون الحاله النفسيه لباولو ديبالا، اللي واضح جدا انه مش عارف يتاقلم على 4-3-3 اللي بتجبره ان هو يلعب قدام على اليمين بدل المركز اللي هو بيفضله في العمق اللي بيشغله كريستيانو، واللي اكيد بيزود الضغط عليه ان كوادرادو ودوغلاس كوستا وبرناردسكي وحتى مانزوكيتش بيعرفوا يلعبوا في المركز ده على اليمين او على الشمال. هتحلها ازاي دي يا أليجري بعد اول 5 انتصارات لليوفيا على التوالي خارج ارضه في دوري الابطال في تاريخ
تاريخ السيده العجوز. ده كده كل الكلام اللي عندي على ماتشات امبارح، وفاضل ماتشات تقيله قوي النهارده. برشلونه في بروفا اخيره للكلاسيكو بدون ميسي ضد الانتر المنتشي بانتصار في الديربي كالعاده بهدف في اللحظات الاخيره من ايكاردي. ايكاردي اللي بالمناسبه يعني راجع برشلونه لان هو كان بيلعب في لمسيه البارسا من 2008 ل 2011 قبل ما ينتقل لايطاليا مع سامدوريا. وامبارح وانا ببص كده على المجموعه وبتفرج على النقط، تخيلت اسوأ سيناريو ممكن للانتر، واكتشفت ان هم هيحتاجوا نقطه واحده بس من ماتشهم ضد البارسا علشان يصعدوا، لانهم لو خدوا النقطه دي وخسروا من توتنهام في انجلترا بعد ما توتنهام كسب بي اس في رايح وراجع في الماتشين الجايين، فهيحتاجوا في الاخر انتصار على بي اس في في الجيسيبي ميادزا، لان اعتقد ان توتنهام هيكون صعب قوي ان هو يكسب البارسا في الكامب نو. بس احساس انا كده اللي من جوه الانتر هياخد اكتر من نقطه من البارسا. شكرا شكرا، شايفك يا انترستا وانت بتنتحر، حقك حق. صدقني توقعاتي مش دايما غلط. المهم النهارده برضو دورتموند واتلتيكو مدريد سيتصارعوا على صداره المجموعه الاولى، والمهم برضو هي عوده المتصدر انشيلوتي مع نابولي الى باريس في ماتش هيبقى نار. 5 تجوال على الاقل، محدش كده يتفرج على ماتش نابولي خلاص. خلصت على الانتر ونابولي في جملتين يا جماعه. اصل بالمنطق كده في ظل ان ليفربول هيكسب ريد ستار رايح راجع، فاكيد نابولي وباريس سان جيرمان هيطحنوا لبعض. استنى استنى بقى، ثلاثه خد ليفربول معاك كمان، خلصت عليهم. المهم ان الماتش اللي انا ناوي اتفرج عليه وهحاول اركز عليه هو برشلونه وانتر، وبعد كده هتفرج على اعاده نابولي وباريس سان جيرمان بعده. وبكره ان شاء الله وباذن الله هصور حلقه ثانيه من هنا، وحتى لو ما كنتش قادر ان انا اتكلم في التاكتكس علشان لسه معيش اي حاجه، فهقعد قدام الكاميرا زي ما انا قاعد دلوقتي واقول كل اللي هو. وفي نهايه كده ما تنساش تعمل لايك على اليوتيوب، وتدوس على الدايره دي عشان تعمل سبسكرايب واشتراك في القناه، وتدوس على جرس التنبيهات وتشغله عشان توصلك لما انزل حلقه جديده. وعايز اتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا، ريتويت على تويتر، شير على فيسبوك. كان معاكم عمرو نصوحي، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام. حر صوت الصوت مميت.